بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوتي في أول حلقات شمس الحبيب. إذن القصة اليوم عن أبي سعيد الخدري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكى قصة رجل قتل 99 نفسا لكنه أراد الثوبة، فسأل من يدله عن ذلك، فقصد راهب وسأله أيمكن أن أثوب وقد قتلت 99 نفسا؟ أجابه لا، فقتله فكمل بذلك 100. وذهب يسأل عالما آخر وطرح عليه نفس السؤال، أيمكن أن أثوب وقد قتلت 100 نفس؟ فأجابه نعم. وماذا يحول بينك وبين الثوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سور. انطلق العبد وهو عازم على بلوغ مراده، لكن في منتصف الطريق أتته الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء ثائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم وطلب منهم أن يقيسوا الأرض، إذا كان العبد أقرب إلى الأرض المقصودة للثوبة فهو من حق ملائكة الرحمة، وإذا كان العكس فسيكون لملائكة العذاب. وهكذا فعلوا، فكان من رحمة الله أقرب إلى أرض الثوبة المقصودة فقبضته ملائكة الرحمة. فوائد كبيرة وعظيمة من القصة أذكر هنا فقط 3. أول نقطة، موقف الراهب وكيف سد في وجه العبد طريق الثوبة والمغفرة وكأن المفتاح لديه وكان كله أملا، فكان في حكمه هذا شر، حين أعطى الشر حصد الشر، يعني بشكل فوري، لأنه حين تعطي الخير تحصد الخير وإن لم يكن من نفس الأشخاص. فطبعا الإنسان كله مزيج من الخير والشر، فنحاول دائما أن نكلم ذاك الإنسان الطيب عند الآخر فنحصل على ما هو جميل لديه. النقطة الثانية، أن طبعا باب التوبة مفتوح وأن الله غفور رحيم، وهذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة هو فرصة طيبة للتوبة، فأيا كانت الذنوب والسيئات يجب أن نغتنم هذه الفرصة ما دمنا نتنفس، لأن باب التوبة مفتوح دائم والله الغفور الرحيم أقرب إلينا من حبل الوريد. فأيا كانت الحصيلة اليوم، ما دمنا على قيد الحياة وما دام قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالعيش إلى هذا اليوم، فباب الثوبة والمغفرة مفتوح لنا. النقطة الأخيرة، لا نحكم على الناس لأن العبرة بالخواتيم، فكما نرى هذا الرجل وإن كان قاتلا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرحمة، لقد قتل 99 شخصا، فيعني الحمد لله، يعني ليس هناك حد،
وليس يعني هناك معيار لوقف التوبة والرحمة. فما دامت هناك الحياة هناك أمل. فنسأل الله لي ولكم الخاتمة الصالحة، اللهم آمين. ولختم هذه الحلقة أدعو دائما لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا، وأضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله.